في بقى عندهم مخمرية جميلة قوي قوي، لو عايزة مخمرية حلوة قوي تدوم في الجسم 24 ساعة بعد الشاور بتحطيها، هيوريها لنا، بتفضل ريحتها جميلة جدا في الجسم. بصوا في كمان مسك الطهارة، مسك حاجة الطهارة ده هو السيد، ده الألماني، ده الألماني، ده عندنا برضه في مسك الطهارة اللي هو المعلب الجالس. حلو قوي اهو. تمام، وري لهم بقى الجل ده كمان، ده بيثبت في الجسم حلو قوي 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 يا جماعة، نازل جديد وحلو، وريهم ملمسهم بيبقى عامل ازاي. بص ملمسه بتبقى خفيفة جدا، ده بعد اي شاور بتحطيه بيفضل في الجسم سي وجميل قوي 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 قوي. ودي اي تركيبة في اللي هو المسك الطهارة ده السيء، ممكن مثلا بجهاز زي كده حسب ما انت عايزه، ممكن تاخد منه كميه انت عايزاها. ماشي، هو سعره كام؟ واللي هيجي تبع الصفحه هتعملوا لهم كام؟ مثلا ايام الستور اللي هيجي مع الصفحه اظن هيبقى 55، 45، 45 بقى. 45. يبقى هي ده سعره 60، واللي هيجي عن طريق الصفحه هتقول انت الاهم هيديها لك ب 45. 45 ده برضه زي كده بعمل 35، اللي هيجي على الصفحه هيبقى 25. ده ب 25 وده 45 اللي هيجي عن طريق الصفحة. ده جميل جدا وبنرشحه لكم لأن حلو قوي قوي يا جماعة.